فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند وضع الميت لأجل الصلاة عليه يأتي بعض الأشخاص قبل الصلاة فيصلون عليه فرادى. هذا خطف، هذا خطف، ولا يصلح هذا، وهذا أيضا تعدي على إمام المسجد، لا يصلح هذا. استرح، صل مع الناس عليه واتبع جنازته واحضر الدفن، أنت على أجر. أما أنك تخطف الصلاة على الأموات من مسجد المسجد، هذا لا أصل له ولا هو معروف. صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة، وأعلنت الفتوى في أن هذا غير مناسب ولا مشروع. نعم.